طالبت والدة الصحفي عمر الراضي بالإفراج عن ابنه المعتقل منذ يوم الخميس الماضي بسبب تغريدة نشرها في شهر أبريل الماضي. انتقد من خلالها قاضي أشرف على محاكمة قاضة حرك الريف، وعبرت والدة الراضي عن فخرها بابنها كما لم تخفي حزنها بسبب غيابه، مؤكدة على أن لا حياة لها بدون عمر. رسالة والدة عمر كاملة كما توصل بها المشاهد تيفي. ابني حبيبي الغالي، كم أنا فخورة بك بقدر ما أنا حزينة، حزينة لأنني أعرفك طائرا حرا لا يستطيع الآن التغريدة والصدح في الفضاء الحر، حزينة وأنت الآن في زنزانتك وحيدا لليلتك الثالثة، نفتقد قفشاتك وابتساماتك، يفتقدك عودك الذي لم يعد يرنم، وقطارتك التي سكتت وانزوت في ركن تنتظر أناملك الرقيقة والحنونة، حزينة لأنني افتقدت سماع كلمة ماماتي التي تناديني بها بكل حنو وتربت على كتفي بلمسات خفيفة لتحضنني وتعاتبني قائلا يجب أن ترتاحي، لا تعملي كثيرا ماماتي. ولد الغالي الحنون، آه كم أفتقدك، فخورة لأنني أرى بأنني لست الوحيدة التي تعشقك وتعزك، فالكثيرون يحترمونك ويقدرونك، فخورة لما أراه من التضامن والتأزر بين أصدقائك وأقاربك وكل من سمع بك وبأعمالك. هاتفي لا يتوقف عن الرنين وعن التوصل بالرسائل القصيرة من كل الناس الذي حركهم اعتقالك، وأنا أكتب هذه الكلمات يخطر في بالي المعاناة والمرارة التي تحس بها أمهات المعتقلين، المرارة والغصة التي تقف في الحلق وتجتم على الصدر وتمنعه من التنفس. الأمهات سجينات كما أبناؤهم وأكثر في غياب أي تواصل أو معلومات تشفي الخاطر. رجائي أن يعود لي ابني حرا طريقا، فلا حياة لي بدون عمر. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.